يا اخو من الاخر هذا قرار خاطئ. واسك حنا عندنا يا اخو اللي صعب في الجزائر نقدروا ننظموا كوب دي موند كاع في الجزائر. انا نشوفها قرار ماشي صائب باسكو كانت هذه هي فرصه باش الجزائر تبان في على الاقل حاجه كيما هذه سورتو في ضمان تاع الرياضه هذه. هو قرار مليح يا صاحبي 3000 قبل ما تصرى الكارثه باش لو كان بقى وشفنا باللي ماشي الدوات تسولت ضربه في الجزائر. هذا القرار غير مفاجئ، انسحاب الجزائر مع تعكر وتعفن للكره الجزائريه. يا اخو من الاخر هذا قرار خاطئ. باسك حنا عندنا يا اخو اللي صعب في الجزائر كيما قلت لك، عندنا تعادل تاع دويره نقدروا ننظموا كوب دي موند كاع في الجزائر. السلطات العليا تاع الدوله كان لازم ديرها هكذا باسكو ماشي لوجيك تتبدل كوب دافريك اوغندا وكينيا وتنزانيا لي لي ستات تاعهم اللي يلعبوا بهم فوس مول كواليفيكاسيون كوب دافريك ماشي مام با اومولوج يا خو. تمد الاستضافه عليهم اوغندا ومانيش عارف انا عليهم تنزانيا وكينيا وما تمش للجزائر باش تستقبل كاس افريقيا وانت لا توجد عندك بطولة قوية. الآن أصبحت بطولة المال. كاين كلش باش تنجح. درنا الشان نجح الشان. خرج ماركا. اسمع لو كان درنا كوب دافريك ولا كانت تنجح. أنا بور مو جاتني حاجة مليحة كما داروا عشان في الجزائر. سي فري نجحوا في الشان بصح الشان ما عندهاش شعبية كما تاع كوب دافريك ولا كوب دافريك لازم لها بزاف تنظيم. من ناحية لي ستاد تنجح. أما من ناحية تنظيمية ما على باليش. ولا على حسب واش كان شكون راه ينظم. رئيس الفيدرالية الجزائرية الجديد والاقتصادي جاء على ملمح وتعيين وتحسين نموذج الكرة الجزائرية. أنا لا في الدراسة تاعنا راهي ضعيفة هذوك ما كاش اللي يضرب علينا من الاخر. برك تسير ما عرفوش، وكان يديروا جان يسيرها مليح يا اخو، خاطش يعرف البانو، دوك انت دير لي واحد فيها من 70 سنة ما يعرف والو على البانو. بإذن الله إن شاء الله النهوض بالكرة الجزائرية، باسكو كاين شباب. يعني صح بالبيت نفس كرة القدم افريقيا اللي خسرت ماشي الجزائر اللي خسرت.